بتمنى من كل مين صاحب عمل يسامح عماله اليوم لله تعالى. خلينا يكون عيد عيدين، اي عامل عليه ديون عليه التزامات عليه سلاف نقول له حسابك صار صفر. المبادرة اليوم كلياتنا اصحابين محلات ومصانع ومعامل، اي واحد عنده محل او عنده عامل واحد، اي عامل عليه ديون عليه التزامات عليه سلاف نقول له حسابك صار صفر. وتاني مبادرة خلينا نعفي عن المستأجرين، وانا بشر المستأجرين اللي مستأجرين من عندي، اي مستأجر من عندي شهر 3 و4 و5 و6 ولنهاية السنة ما بدي ولا ليرة منه. ثالث مبادرة هي كلياتنا في قدام بيوتنا صيدليات وبقاليات اصحابنا، نفوت لعند صاحب البقاليه نقول له شو في حساب على المساكين المعسرين اللي مو حسنانين يسددوا. إن شاء الله ربي بيسامحنا وبيسامحكم دنيا وآخرة. خلينا نبادر قبل ما نغادر.